بسم الله الرحمن الرحيم. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 11/2/2014 كطلب الدفاع لحضور الصحفي عمرو حسني عبد العال الصحفي بجريدة الجريدة الكويتية ومعه الشريط الذي تم تسجيله الذي تم تسجيل حديث المتهم معه وكذا نسخة من ذات الجريدة المنشور بها ذلك الحديث مع إخلاء سبيل المتهم بعد التأكد محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر. هذا القرار جاء في محله ومتفقا مع صحيح القانون، لكن الأمر الصادر بحبسه كان أمرا انتقاميا ولا يتفق مع صحيح القانون.